بالنسبة لهذه الارتفاعات الصاروخية ديال الغازوال، لأنك تعرف دابا كاين تقلبات في الدول، وحنا بعدا كاين في الحكومة الأولى كان ارتفاع، ولكن ملي جا هذا رئيس الحكومة هو كمل البقية. رغم كاين واحد الدعم، ولكن داك الدعم راه ما كافيش للقطاع النقل. والمشكل هو دابا حتى البرميل راه نزل دابا في أوروبا يعني، وباقي هو شاد المازوت، لان واخا كيعطونا داك الدعم ما كافيش نهائيا. كاين بعض الشركات اللي صدوا من ناحيه الغازوال وداك الشيء، للاسف كنترجوا من الحكومه ومن السي اخ نوش يخوض هذا الشيء بعين الاعتبار، او يحيدوا لنا ديك لاتيك ويعني وريوسهم هما كاع، او لا يردوا الغازوال لسامير التكرير ديالها فين كان النهار الاول تماكي. انا الحكومه السابقه اللي كان فيها سي قبل من سي بن كيران ما كانش يقدر يزيد المازوت، كان وزير الوزير الاول ما يقدرش يزيد المازوت، كيبغي يزيدو كيدير اجتماع مع قطاع النقل. ولكن هادو هاد الناس دابا من ورا سي بن كيران وهذا هادو يعني يدهم ولا طويله، لا بقى بحال هكا استمرار كل شيء غادي يوقف. واش غادي هو ارتفاع ديال الغاز وراه راه راه ماشي هو راه قنبله موقوته، يعني باش نشرح قنبله موقوته. ولو هذاك الدعم راه قلت لك الدعم ما كافيش، يعني الناس راه غير بحال بغيت تقول حلول ترقيعيه دايرينها، يعني ماشي شي دعم، راه لا بقات بحال هكا راه كل شيء غادي يوقف. المجال في القطاع النقل لا مشى توقف، القطاع النقل لا وقف كل شيء، كما قال السي عبد الله في البرلمان المغربي، قطاع النقل عملاق ولكن بأرجل هشة، ولكن لن يلقى أذان صاغية في البرلمان المغربي. هي ما كي قبل ما نطيحوا في هذه الأزمة هو بحال كان علم عليها. بالنسبة للظروف الحالية ما يمكنش نديروا دور وقفة احتجاجية، لأن القطاع كيبقى مستمر، ولو احنا ما يمكنش في هذه الظروف الصعبه، لان كاين دابا حروب مع الكوفيد، هذه ما يمكنش يكون شي وقف احتجاجي او اضراب، وهذه ما يمكنش من المستحيلات. غير كنطلبوا من هذه الحكومه تفهم الامور وتاخذها بواحد الصيغه اللي هي تكون مناسبه لهذه المقاولات الصغرى والصغيره جدا اللي كتدير كتدير مناصب شغل، هي كتخلي تخدم محل دا واحد جوج ثلاثة أربعة، كتخدم لك واحد خمسة ولا ستة يعني. ولكن حنا شحال من مقاولة صغيرة ومتوسطة، عندنا الملايين ديال المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا. إذا نشدو غير مقاولة يخدم لك غير جوج، هذيك راه واحد النجاح كبير تما كاين. لكن المشكل كاين البيروقراطية، كاين البيروقراطية وما كاينش معاه من التحاور. والحلول خصو حيد لاتيك ترجع لاسامير. انت دابا كتشوف كاع في القطاع النقل في البنكيه وكاين القديم المشاكل، حتى مجموعه البنوك غائبه على الساحه اللي غادا تدير لك واحد اللقاء مع الابلاك وهذاك الشيء، وخاصه كما دوا سيدنا على هذا الشيء ديال الاستثمار حدا الابناك في هذاك سميتو اللي كان طلق سيدنا انطلاقه، ما مفعلاش مزيان في الابناك المغربيه، ما مفعلاش. كاين ملفات راجعين دابا الناس، وهذاك المقاول اللي خلق هذيك المقاوله غادي يخدم مع واحد ولا جوج، ولكن ما مفعلاش هذيك انطلاقه. كيجيو كيقول لي خاصك تعطينا افونس، علاش غادي يعطيهم افونس؟ ومن جهه باش غادي يعطيهم افونس؟ شكونوا واضحين، ما نضرقوش الشمس بالغربان، ما عندوش باش غادي يعطي. يلا غادي يحرك ديك الشاحنه ديالو باش يخدم مع واحد ويخدم مع الاخر والعجله كدور، وكيقول لي تعطينا واحد 15% ولا 10%، مين غادي يجيبها لهم؟ كاينه بنكه وحده اللي كتاخذها بعين الاعتبار هو التجاري هو البنك، ولكن ماشي كاع بواحد المرونه، غير واحد شويه هما لي زوطر ابناك كلهم ما كيتسوقوش كاع نهائيا. والضرر اللي تعرضت عليه اش غادي نقول لك؟ ندوي على راسي ما يمكنش. انا كناطق الاتحاد العام مقاولات بالمغرب، لان ما يمكنش، واخا الضرر ما كاينش. كنشوف انا بعض المقاولات اللي دخلوا الافلاس،
يعني بعض المرات كيمشيو للابناك كيردوا لهم الملفات ديالهم، ما كيديروش لهم اعاده الجدوله ديال الكريدي ديالهم، لما يعاودوا لهم اعاده الجدوله. يعني هو هادشي كنطلبوا من الابناك المغربي ومن موالي بنك المغرب ياخذها بعين الاعتبار، وخاصه التجاري وفا بنك، لان هي اللي عندها الملفات كبار، تعاود اعاده الجدوله للناس اللي عندها الملفات ديالها. ورسالتي للحكومه، اولا كنطلب الشفاء لصاحب الجلاله، الله ينصره ويخليه لينا. والحكومه كنطلب باش تاخذها بعين الاعتبار هاد الازمه اللي هي ازمه خانقه. هو راه كما بحال بغيت تقول ان بوم، ولكن الحمد لله متغلبين عليها. لا احنا الشعب المغربي كناخذوا مع بعضياتنا، يعني كتعاوني وكنعاونك، هذا هو الشعب المغربي باش مزيان في الازمات.